السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته أحبتي إخواني أخواتي، كل توفيق لقلوبكم. توأم الشعلة ما بين الصدفة والواقع والحقيقة، بين المطارد والهارب. نبتعد ونبتعد ونبتعد ونعتقد بأننا دخلنا في مرحلة صحوة وتشافينا ونسينا كل شيء وهجرنا ذلك الماضي الأليم، ذلك العذاب، ذلك الاكتئاب، تلك الأيام السوداء، ودخلنا في مرحلة مستقرة يشوبها الاستقرار والاتزان وكل شيء سليم، ولكننا نكبت في عقلنا الباطن كالذي يدفن تحت التراب كنز من الكنوز يدفنه، أو سر من الأسرار يدفنه، ولكن هذا السر لم يمت ولم يذهب، إنه بقي في الأعماق، سقط في أعماق البحار، في بحر العقل الباطن، وأغلق عليه بصندوق من مفتاح ودخل دون رجعة. هكذا اعتقدنا وهكذا فكرنا، ولكن تبدأ الحكاية والرواية والقصة بحيث يفتح ذلك الصندوق فجأة ويتم النبش عن ذلك التراب الذي دفننا فيه أسرارنا، وتلطمه الأمواج، أمواج البحر، المد والجزر وتقلبات الرياح، لتطفو بذلك السر إلى السطح، إلى سطح البحر، ثم يمشي ويسير نحو الشط، نحو الشاطئ، ومن هنا ندرك بأننا إما سمعنا عنه أو شاهدناه أو أننا تذكرنا. يا إلهي، بعد هذه الأشهر والأيام والسنين الطويلة مرت كلمح البصر وكأنها يوما أو بعض يوم، مرت وتلاشت وذهبت وراحت، وفجأة من غير مقدمات ومن دون موعد، والصدفة على رأيكم وعلى حسب قناعة البعض بأن الصدف أخرجت تلك الأسرار من باطن الأرض وأخرجت ذلك السر الدفين على سطح البحر ويطفو إلى الأعلى، يخرج من عقلي الباطن إلى مرحلة الوعي، إلى مرحلة التذكر، إلى مرحلة الألم، ونقول رباه إنها صدفة رأيته بعد أن نسيته. لا يا عزيزي، يا ابنتي، يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرة، يا أخي وصديقي وقرة عيني، أنت لم تراه صدفة بعد أن نسيته، وأصبحت تلوم نفسك وتقول ليتني لم أذهب إلى المكان الفلاني، وليتني لم ألبي الدعوة الفلانية، وليتني وليتني وليتني، لما كنت رأيته ولا اجتمعت به ولا نظرت إليه حتى من بعيد، لو لم أذهب
ما الذي جعلني أن أذهب لأرى ذلك التوأم صدفة؟ إنها ليست صدفة. أقول لكم يا أحبائي بكل ثقة وفخر بأنها تقادير رب العالمين، كتبت في اللوح المحفوظ منذ آلاف السنين وحتى قبل خلق الخليقة، مقدر لك أن تراه ومقدر لك أن تشاهدينه أو حتى تسمعين كلامه. بعد كل الادعاء بأنك نسيته وذهب عن بالك وخاطرك، ولكن هبات من الطاقات أيها المطارد والهارب على حد سواء، تأتيك هبات كهبات الريح ونسمات دافئة وساخنة، سواء كانت بالأرقام أو بريش الطائر أو بصوت أو بإحساس أو بشعور أن أحد يلمسك أو ينادي عليك، وأحيانا تسمع كلامه ينادي اسمك حتى أنت في أسرتك، وأنت يا ابنتي يا أختي أيتها المرأة أيتها الزوجة الفاضلة، يا أخي وقرة عيني وصديقي، في الأسرة الواحدة وأنت جالس أو أنت نائم وأنت منهمك في شيء ما، تذهب وتقول نعم، تقول نعم لزوجتك لابنك لأخيك لأمك لأبيك لابنتك لابنتك، ثم يقولون لك أنا لم أنده عليك لم أناديك، ولكنك تسمع أحدا ينادي باسمك. يا أحبائي، طاقات وتناجي أرواح مرسلة، فلا تقولوا لي أنها صدفة، فلا توجد صدف في الحياة، كل صدفة هي قدر مقدر منذ الأزل. وتقول بأنك سمعت شخصا ينادي عليك، أخيك أو أبيك أو أمك أو زوجتك أو زوجك أو ابنتك، وأنت متأكد أنتم متأكدون أن أحدا ما ذكر اسمكم، وسوف تقولون بأنه من الممكن أنها تهيؤات. هل تعلمون يا إخواني أن الأرواح تتواصل وتتناجى؟ ولا أتحدث هنا بخزعبلات ولا بشعوذات. عندما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، الأرواح تتناجى حتى ما بين الحي والميت وما بين الحي والحي، تحلم بشخص ما تفكر بشخص ما فجأة يقفز إلى ذهنك يجول في خاطرك يسيطر على أفكارك ومشاعرك وإرادتك، وتعتقد بأنك نسيت كل شيء وطمرت ودفنت الماضي الأليم، دفنت العذاب والانتظار، دفنت الألم والحسرة والظلم والتبلي والطعنات في الظهر والنرجسية من الآخرين، وأصبحت سويا وتشافيت وتعافيت وابتعدت، ولكن نسمات الشوق تأتي بغتة، ربكم أعلم بها، لا تدري كيف أتتك ولا تعلم من أين جاءتك ولماذا فكرت بها بذلك التوأم.
سواء كنت مطاردا أم هاربا. تنساه أيام كالإبرة المخدرة، وقد تنساه سنوات، ويغيب ويغيب ويغيب، ثم لا تتذكر شيء، لا تتذكر شيء من رسمه واسمه وفصله وأصله، ونسيته كله، وكأنك عملت وفعلت ديليت ثم ديليت ديليت. وفي الواقع كانت الممحاة هي ممحاة من الخارج، ولكن في أعماق قلبك ومشاعرك متأصلة في جذورك، وستبقى إلى أبد الآبدين، لأنها جزء وبضع من دمك وروحك وإرادتك. ومهما طالت الأيام وبعدت السنون وتأقلمت في حياتك وأسرتك وأهلك وأقربائك، وتغربت وذهبت ورحت وجئت، سيبقى ذلك التوأم كحبل الوريد بين الطفل وأمه، وهو كالإبرة المخدرة التي تأخذها لتنسى الألم، ثم عندما يزول مفعولها سرعان ما يعود الألم. وأتمنى أن لا تتألموا، إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي وفهمتوا الفكرة وفهمتوا المقصد من هذا الفيديو. وبحب أسمع تعليقاتكم وأراءكم وشعوركم. طبتم وطاب ممشاكم، وكل التوفيق لقلوبكم وأرواحكم وأجسادكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصبر الصبر يا أحبائي، اكتبوا لي بالتعليقات بماذا تشعرون وماذا حصل معكم، حتى نتناقش هذا الموضوع ونكبر مع بعض. بتمنى منكم لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكافة الإشعارات، حتى يصلكم مني كل جديد. أحبكم جميعكم. God bless you. Don't forget to like, subscribe and share. Wish you all the best. والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.